أنا مراد توفيق بيت السعود، معلق مراد الجوفي. أنا عمار يوسف الأيموني، أنا حكم في الجوفي. أنا اللاعب عبد الله شلوم، بدي ألعب مباراة الجوفي. أنا لاعب محمود خليل، بدي ألعب مباراة الجوفي. أنا اللاعب محمد أمومي، بدي ألعب اليوم مباراة الجوفي. أنا اللاعب داود مروان، بدي ألعب اليوم مباراة في الجوفي. أنا الحارس أحمد كده، بدي ألعب مباراة اليوم في الجوفي. عاد إليكم من جديد الكابتن ماجد، عاد من جديد يبرر ويساند، يطلع فيها صوص إلى دور ودي يطلع فيها صوص. يا سلام تقال طابع لمحمود ويعتقون رانعة، ويا سلام وعبد الله يطلع فيها صوص صوص تقال طابع للطابع. يا سلام شوف الكرة، يا سلام الكرة، شوف الكرة، وسع يا كرة ولا يا شوف الكرة ذي عصوص يطلع فيها عصوص. يا سلام الجميل فيها. تعال لسه في اسئله. تعال، ليش بتلعب بالشارع انت اصلا؟ فيش محل نلعب فيه. ليش؟ وين بالعاده بتلعب؟ في الشارع. فيش ملاعب، الملاعب بعيده كلها. وين اقرب ملعب؟ على شرفيه. على شرفيه فوق فوق. كيف قديش يعني فيها مشي؟ فيها 2 كيلو مترين. نلعب 2-2 لان الشارع صغير. الشارع صغير، قديش بوساش؟ 3-3؟ لا ما بوساش. طيب ما عمره حد اندعس بقي اصلا؟ لا فيش ولا حد عمره اندعس. لا ما اسمع، بنقول لنا ملاعب وخلاص، هذا اللي بدنا اياه بس. ايش بدكم؟ ملاعب.